موجود معانا وهو تطبيق مميز جدا للخلفيات. كان في ناس كتير بتسألني ايه الخلفيات اللي انت بتنزلها في بعض الفيديوهات دي بتجيبها منين، فانا هعرفكم النهارده الخلفيات دي بجيبها من انهي برنامج. نيجي هنا عند تطبيق اسمه 5272 بونش هول وول بيبر، طبعا في منه كذا نسخه لموبايلات تانية S21 الترا و12 و22، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن، ممكن تبحث على جوجل بلاي وهتلاقيه باسم موبايلك، نضغط عليه بالشكل دوت. لما بتفتح البرنامج بتلاقي عندك كذا خلفيات بالشكل دوت، طبعا كلها خلفيات مميزة جدا، وكل فترة بتنزل عليها خلفيات جديدة لما بتحدث البرنامج. خلينا مثلا نختار خلفية شبه دي كده مثلا بتاعت جوجل بالشكل ده، زي ما احنا شايفين كده بتلاقي ان هو جاي من عند الكاميرا مناسبة لشكل الشاشة بتاعت الموبايل بتاعك او لثقب الكاميرا اللي هو موجود في الموبايل بتاعك. مثلا لو جبنا خلفية تانية زي ما احنا شايفين كده، او الخلفية دي مثلا، او مثلا الخلفية دي زي ما احنا شايفين كده القمر جاي من عند الكاميرا ونازل بالتتابع بالشكل ده. طب احنا عايزين نحفظ الخلفية دي عندنا في الموبايل، نضغط هنا عند الشرط اللي موجودة هنا بالشكل ده، بيظهر قدامك كذا خيار. هنا اول خيار بيقول لك انك تحطها على الهوم سكرين او اللوك سكرين، تاني واحدة بيقول لك تحطها على الهوم سكرين بس، وتالت واحدة بيقول لك تحطها على اللوك سكرين، وبعد كده وانت عايز تحفظها عندك في الجاليري بنيجي عند اخر واحده اللي هو سيف تو جاليري بالشكل ده، وبنعمل اوكي وتلاقي انها اتحفظت معاك في الموبايل او في الاستوديو بدون اي مشاكل. ده كان تاني تطبيق موجود معانا النهارده في التطبيقات، هتلاقوا اللينك بتاعه موجود برده في الديسكريبشن. اما تالت تطبيق موجود معانا وهو تطبيق اسمه سناب سيد، طبعا عارف ان في ناس كتير ممكن تكون عارفاه، بس تطبيق سناب سيد ده بيفيد جدا الناس اللي عندها قنوات يوتيوب او بتعمل صوره مصغره ممكن تستفاد منه، او لو هي عايزه تعدل على الصور مش لازم يعني يكون عندها قناه يوتيوب. بنفتح بالشكل ده التطبيق، بنضغط مثلا نجيب صوره من الموبايل زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ضغطنا مثلا واخترنا الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دي، بنيجي هنا عند الادوات مثلا لو احنا عايزين نعدل المنظور بتاعها، وبنعمل كده بالشكل ده وبنعمل تدوير مثلا الصورة تحس ان هي مايلة ناحية الشمال سيكا كده، بنيجي من بالشكل ده وبنعدل على الصورة وبنعمل حفظ هنا. لو انت عايز تعمل حاجات تانية مثلا زي عندك هنا المظاهر بتغير من الفلاتر بتاعت الصورة بالشكل ده، وبتشوف الفلتر اللي انت حابه، وبعد كده مثلا بتعمل علامة صح. لو عايز تختار حاجات تانية بتيجي هنا عند الادوات، عندك طبعا حاجات كتيرة جدا منها انك تقص الصورة والمنحنيات بتاعت الصورة. اللي متابعني على الانستجرام هيعرف ان انا بحب التصوير وبعمل اديت على الصور بتاعتي، فتابعني هناك لو انت لسه مش متابعني على الانستجرام، ممكن اعمل لكم حلقة مفصلة عن ازاي تعمل اديت على الصور بتاعتك. طبعا بنيجي هنا مثلا عند مشهد بالاتش دي ار بالشكل ده، ممكن تعمله طبيعية او اشخاص او دقيقة او شديدة، دور انت بقى في التطبيق بشكل عام وهتكتشف فيه حاجات كتيرة جدا، ولو في اي حاجة مش عارف توصل لها اكتبها لي في الكومنت برضو. وبعد كده بتعمل علامة صح بالشكل ده، ولو عايز بعد كده تستخرج الصورة دي وتحطها في المعرض بنيجي هنا عند كلمة تصدير بالشكل ده، وبنيجي عند كلمة حفظ، هو بيعمل حفظ للحاجات اللي انت عدلتها على الصورة، وبعد كده هتتحفظ، هيقول لك تم حفظ الصورة زي ما احنا شايفين، وتكون الصورة اتحفظت معاك في المعرض بدون اي مشاكل. اما التطبيق الرابع اللي موجود معانا النهارده هو تطبيق مهم جدا للناس اللي هي عايشه في الخليج، او الناس اللي هي مثلا عايشه في دول اوروبيه ومش معاها التقويم الهجري، فبيكون التقويم الهجري ده بننزله من على جوجل بلاي وبنفتحه بالشكل ده، وبتلاقي ان هو موجود عندك التقويم الهجري مش التقويم الميلادي بس زي ما احنا شايفين، خصوصا في شهر رمضان بنحتاج التقويم الهجري ده كتير، وبتلاقي ان هو موجود معاك كل الشهور زي ما احنا شايفين. ولو عايز مثلا تضيف حاجة على اليوم دوت بالشكل ده، وبتعمل على علامة البلس وبتكتب مثلا اليوم ده فيه ذكرى معينة، زي ما احنا مثلا عيد ميلادك بتكتب عيد ميلادي مثلا بالشكل ده او عيدي، وبنكتب علامة الصح بالشكل دوت، وبنعمل ممكن تعمل منبه في اليوم ده حتى ان هو يجيلك تذكير عليه، بتكتب كل التفاصيل هنا، وبعد كده بتعمل حفظ زي ما احنا شايفين جالي اشعار فوق كده ان انا عملت ذكرى في اليوم المعين ده. بس دي كانت التطبيقات اللي موجودة معنا النهاردة، ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو حابب تستفسر عن اي حاجة اكتبها لي في الكومنت وانا ان شاء الله هرد عليكم اول باول، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.